صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ومكملين معاكم حلقتنا المهمة، وضيف متميز جدا معانا هيبقى بينقذ حياة كثيرين بالمعلومات الجميلة، وإن شاء الله يوعدنا بأنشطة وحاجات كتير يخدم فيها مستمعي روشتة. معانا ومعاكم دكتور محمد عبد الله الطحلاوي، أستاذ مساعد القلب والأوعية الدموية واستشاري أمراض القلب الخلقية. صباح الخير يا دكتور محمد. أنا دبستك كده على الهوا إن أنت ممكن تساعد في علاج بعض الناس في الأماكن اللي بالعكس أنا أتمنى ذلك. أنت حياتك يعني بتعمل خير كثير، وفي أبحاث كثير ممكن تساعدنا فيها إن شاء الله ومستمعي البرنامج إن شاء الله. اللي عايز يتواصل طبعا معانا وهنوصله بحضرتك إن شاء الله. تم استعداد إن شاء الله. طيب إحنا اتكلمنا عن العيوب الخلقية، قلنا إيه هي مجملا، طيب أسبابها إيه بقى؟ تمام فندم. حضرتك كنت لفت النظر في اخر الحلقه اللي فاتت ان لو يبقى في زواج اقارب بيعرض الطفل باكتر عرضه انه يحصل له امراض خلقيه. تمام. دي احد الحاجات، او اذا كان في تاريخ مرضي في احد افراد العيله ممكن يكون برضو الطفل عرضه لامراض خلقيه. عشان كده اخر حاجه قلناها المره فاتت ان الناس العرضه دي الافضل انهم يعمل فحص للجنين وهو في بطن امه قبل الولاده عشان نعرف الطفل ده في عنده مشكله او هيبقى عنده مشكله ولا لا. طب غير بقى جواز القرايب والتاريخ المرضي في ايه تاني؟ ايه تاني بقى؟ بعض الادوية اللي الام بتاخدها عشوائي، وانا برضو دي من حاجات النصيحة المهمة ان الام اثناء الحمل ما تاخدش ادوية عشوائية، لازم بعلم الطبيب طبيب النساء، وبعض ولو حاجة خاصة بالقلب او الضغط ما تاخدش نصيحة بقى يعني جارتها او صديقتها، لا تبقى تسأل متخصص الدواء ده طبعا. لان حتى ادوية القلب عندنا متقسمة الكلاسز، يعني مين بيأثر اكتر على الجنين، كلاس A B C D، على ده مين الاكثر تأثيرا والاقل والاقل واقل. طب ايه الادوية تقريبا اللي بتأثر، يعني اسماء علمية طبعا، يعني ايه الادوية اللي ممكن، ادوية مثلا الغدة الدرقية مثلا، ولا يعني مثلا بعض ادوية القلب، انا هتكلم في التخصص بتاعي، بعض ادوية القلب مثلا محظور، مش عايز اقول حاجه معظمها محظور استخدامها الا في الا بعضها، يعني مثلا زي مثلا اللي عند الام اللي بتعاني مثلا من اضطراب في ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، معظم الادويه محظور استخدامها الا نوع او اتنين اللي مباح استخدامه بس برضو في حدود. تمام. بادويه ضعف عضله القلب برضو معظمها محظور استخدامه الا بعض في حدود وبجرعات معينه وفي فتره معينه. تمام. لكن اجمالا في الثلاث شهور الاولى من الحمل المشيمه ده بتبعد عن اي ادويه بقدر الامكان، ان المشيمه بتسمح حتى المسكنات حتى الفيتامينات بالظبط. حتى بالظبط يا دكتور ادهم، دي برضو فعلا الام ممكن تاخدها بنصيحه صديقتها او تاخدها عشوائي او من نفسها، فدي برضو لازم نبتعد عنها الا طبعا باستشاره طبيب متخصص. تمام. غير كده كمان بعض العوامل بقى، الملوثات زي الاشعاعات والحاجات اللي تم دراستها وحاجات اللي لم يتم دراستها. تمام. فلذلك برضو انا نصيحتي ان الام الحامل تبتعد بقدر الامكان على الحاجه اللي هي اللي يشعر فيها بخطوره، يعني الاجهزه المتقدمه الكثيره احنا بنستخدم بقى في كل حياتنا بقى، موبايلات ولابتوب وتاب ومش عارف، يا ريت مش عايز اقول عليها ان دي عليها دراسات 100%، لكن لسه ما ظهرش منها بيانات لحد دلوقتي. تمام. فانا احتياطا لان فعلا الامراض الخلقيه زادت في الفتره في الحقبه اللي زاد فيها او الحقبه اللي زاد فيها استخدام الاجهزه دي. طبعا فيرتنا مثلا الا للضروره، مثلا المرور على الحاجات اللي بتكشف على المتفجرات مثلا الكلام. بالظبط بالظبط الحاجات بالظبط. طب حاجه مهمه قوي التدخين. بالظبط انا حاجه جبت فعلا ايه مربط الفرس. التدخين سواء ايجابي او سلبي بيأثر قولا واحدا على الجنين، يعني بيأثر على الام والاب طبعا. بالزبط. ده قصه يعني على الجنين وتكوينه. بالظبط على الجنين وتكوينه. فالام لو هي مدخنه او لو بتتعرض للتدخين والاب بيدخن جنبها الابن عرضه ان يحصل له مشاكل.
تمام. فدي طبعا نصيحة ان ابتعد عن ذلك يعني. تمام. احنا طبعا بننهي برسالة المدخنين والسيدات اللي بتتعرض للتدخين، يا رب ان شاء الله تكون وصلت الرسالة، وطبعا الاسباب التانية كلها مهمة، وهنكمل مع حضرتك في حاجات كتير قوي ليها علاقة بالأوبئة الخلقية والطب الرياضي وكلام كبير قوي هيحصل يعني مع حضرتك. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. يا ريت نكون اضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم اي اسئلة او اقتراحات او معلومات ابعتوها على صفحة روشيتا على الفيسبوك، او تتصلوا برقم 011-0-820-24. روشيتا مجانية لعيشة هنية. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.